ثمن سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات الحكومية بأهمية تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة. وأكد العلوي التزام هيئة تنظيم سوق العمل بقياس تجربة العملاء لتطوير وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة والتسهيل على جمهور المستفيدين بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية في برنامج الحكومة. جاء ذلك خلال استقباله في فرع مركز ميناء سلمان للخدمات المتكاملة سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم المراكز الحكومية، وذلك لتعليق الدرع الذهبي بمركز ميناء سلمان بمناسبة حصوله على تصنيف الفئة الذهبية ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم 3. ونوه إلى حرص هيئة تنظيم سوق العمل على تقديم المبادرات المبتكرة التي تسهم في تحقيق رضا العملاء عبر جميع مراكز الخدمة في كافة محافظات المملكة. من جانبه أشاد رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بمركز ميناء سلمان للخدمات المتكاملة وبما بذله القائمون عليه من جهود لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء التي ساهمت في حصوله على التصنيف الذهبي. سعيد جدا بتواجدي في هذا المركز لأن لأول مرة يفوز. عندنا 13 مركز من 19 أول مرة المراكز هذه تفوز، هذه دليل طبعا على إمكانية الفوز للجميع وأن المعايير يعني وإن كانت صعبة لكن بالإمكان تحقيقها. المركز الحقيقة مرتب، المعايير كلها متحققة من انتظار من مواعيد من يعني مرافق الموظفين لبسهم تعاملهم. هذه كلها طبعا يصب في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الله يحفظه بتقديم الخدمات وفق أعلى المستويات وبتميز بحيث أنها تكون يعني واجهة طيبة لحكومة مملكة البحرين. في البداية نرفع أسمايات الشكر والتقدير حق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الله يحفظه على إطلاق مبادرة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. طبعا ذي مبادرة رائدة وخلتنا جميعا نتنافس حق خدمة المواطن والمقيم، ولله الحمد هذه أول مرة الهيئة تحصل على الفئة الذهبية، فهذه تتويج حق جهود كافة العاملين في الهيئة وبالأخص القائمين على المركز، فكان هدفنا رفع مستوى الخدمة وخدمة الجمهور وأصحاب الأعمال، والحمد لله تحقق ذي الشيء بتحقيق الفئة الذهبية. والله المركز من أفضل المراكز اللي موجودة للإمارة، موظفين مميزين، خدمة مميزة، مسؤول المركز مميزين. صراحة احنا ما نحب نجي لدل المركز لان كل خدماتنا ميسرة ويعطونك الحلول الممكنة ان انت تخلص معاملتك بكل يسر وتعاون.